سند للبلد هذه الساحة. لذلك يعني فوجينا بهذا المشروع، هذه الوتيرة، ولم يكن هناك إعلان ولا مقدمات عن هذا المشروع. لذلك خطونا هذه الخطوات السريعة ونسقنا مع المجلس حتى يكون لنا جلسة لكي نخرج من هذه الأزمة ونطرحوا بدائل. المجلس عنده بدائل أكثر منا، المجلس عنده بدائل، عنده مساحات، عنده أراضي، عنده هناك دنومات يعني لصالح خدمة البلد. فلماذا هذا المكان؟ ولا هيك بعد التقصي حقائق، حتى أناس يعني ما زالوا على قيد الحياة كبار السن الختيارية يؤكدوا أن ساحة المسجد هذه هي وقف للمسجد. نعم، أكدوا أن ساحة المسجد لهذا المسجد قبل المنهال. وانت المنهال أجل؟ هاي البلد وانت البنت؟ هذا المسجد وانت البنى أكثر 100 سنة، 120 130 140 سنة قبل المنهال. كيف سيطر عليها المنهال؟ ليست مشكلتنا. في شواهد من أهل الكبار السن في بلدنا أن هذه الأرض أوقفت للمسجد، فلا يجوز أن نبني عليها مشروع غير المسجد أو خدمة المسجد. نحن متفاهمون ونسأل الله سبحانه وتعالى يلهم أخواننا إن شاء الله في المجلس المحلي حلول بديلة. ورسالتنا واضحة.